تتعرض تركيا لانتقادات شديدة من طرف الغرب منذ أن أعطت دفعا جديدا لعلاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع دول الجوار. الرئيس التركي عبدالله جول تحدث إلى يورو نيوز موضحا موقف بلاده من عديد القضايا من بينها مشروع حلف الأطلسي الخاص بالدرع الصاروخية. سيادة الرئيس، مرحبا بكم على قناة يورو نيوز. شكرا لك. جدل كبير يجري في الغرب بسبب تعزيز تركيا لعلاقتها بدول المنطقة. إلى أين تذهب تركيا؟ هل هي بصدد إدارة ظهرها إلى الغرب وتغيير وجهتها؟ جرت نقاشات عديدة حول المسألة مؤخرا وأنا أتابعها عن قرب. موقفي مثل ما قلت في السابق، كل هذه الأشياء التي تتردد حول الموضوع خاطئة. بعض هذه التعليقات يروجها أصحابها عن قصد، وأخرى تعود لضعف الإلمام بالموضوع. وجهة تركيا واضحة جدا. تركيا تعمل من أجل أن تصبح منسجمة مع المقاييس الديمقراطية والاقتصادية الأكثر تطورا ومن أجل تعزيز قيمها، لذا عمدت إلى تعديل دستورها مع الاستفادة من الفرص التي توفرها لها جغرافيتها السياسية وتاريخها. سياستها متعددة الاتجاهات. قلت إن بعض التعليقات مقصودة، ماذا تعني بذلك؟ السياسة الخارجية السابقة لتركيا لم تكن على المسار الصحيح. البلد الذي يعاني من مشاكل مع جيرانه، تجارته وعلاقته الاقتصادية معهم تكون في حدها الأدنى. هذا لا يجب أن يحدث معنا. تركيا كانت بمثابة طريق مسدودة والآن أصبحت مفترقة طرق حيوية. لاحظ حجم المبادلات التجارية بين فرنسا وألمانيا، بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية أو بين دول أخرى متجاورة. جميعهم يستفيدون بشكل كبير من علاقاتهم الجوارية، فيما بقيت التجارة التركية مع جيرانها متواضعة جدا. المسار لم يكن صحيحا. تركيا الآن بصدد ضبط مسارها في الاتجاه الصحيح. Açıdan Türkiye esas doğru bir eksen üzerinde oturuyor. خلال قمة حلف الأطلسي الأخيرة وبفضل جهودكم، لم يسمى البيان الختامي بخصوص الدرع الصاروخية أي بلد يستهدف هذا النظام، ولم يحدد إن كانت إيران أو غيرها. لكن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها في تلميح إلى أن إيران مستهدفة. ما رأيكم في ذلك؟ أولا وبغض النظر عن هذا الإعلان الرسمي.